السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتابعين والمشتركين معنا في قناتكم قناة لايت لايف. النهاردة هنتكلم على البحور السبعة أو البحار السبعة. إيه هي البحار السبعة وفي مكانها وإيه هي بلاد النهرين؟ كل ده هنتكلم مع بعض فيه. عجبك الفيديو دوس اشتراك ودوس لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم معلومة أو كل يوم فيديو فيه معلومة. البحار السبعة، كانوا زماني أصدقائي بيستخدموا تعبير الإبحار في البحور السبعة، وكذلك نسمع دايما في الأفلام والدراما كانوا بيقولوا السندبات والبحار السبعة. كلمة البحار السبعة يا أصدقائي أكيد كلنا بنستشف اللي هي تبقى مجموعة من البحار، وكانت لها عدة استخدامات لغوية خلال فترة زمنية مختلفة. السؤال دلوقتي، من هم البحور السبعة؟ رقم واحد، الخليج العربي أو ما يطلق عليه اسم بحر العرب. رقم اثنين، خليج كامبات أو ما يطلق عليه بحر لاروي. رقم ثلاثة، خليج البنغال أو ما يطلق عليه اسم بحر هيركندا. رقم أربعة، مضيق ملقاة وما يطلق عليه اسم بحر كلاهي بار. رقم خمسة، مضيق سنغافورة وما يطلق عليه اسم بحر سلاهيت. رقم ستة، خليج تايلاندا وما يطلق عليه اسم بحر كريدنش. رقم سبعة، بحر الصين الجنوبي وما يطلق عليه اسم بحر سانجاي. دول كده يا شباب يبقى البحور السبعة. طيب ظهور أول مصطلح في كلمة البحور السبعة إمتى؟ كان في سنة 2300 قبل الميلاد في عهد الحضارة السومرية في جنوب بلاد ما بين النهرين. بلاد ما بين النهرين يا شباب هي ما تعرف حاليا باسم العراق، وهي من أقدم الحضارات التي وجدت في العالم. العرب والطريق إلى الصين. دايما يا جماعة كان دايما يقولوا مقولة من زمان، وهي من أراد الذهاب إلى الصين في البحر عليه أن يقطع سبع بحور كل واحدة لها لونها الخاص. كانوا العرب يا جماعة عشان يسافروا للصين لازم يعدوا على السبع بحور، بيبدأ من مكان اسمه سيراف وآخره رأس الجحفة، وهو مضيق ضيق بيوجد فيه اللؤلؤ وثروات معدنية كثيرة. ده البحر الأول. البحر الثاني الذي بيبدأ من رأس الجحفة للبحر اللاروي، وهو بحر عظيم وفيه جزر كتيرة بيعيش فيه حاليا الزنوج. البحر الثالث يقال له هيركند. بحر هيركند ده يا شباب فيه جزيرة، الجزيرة ديت كلها ثروات طبيعية تسمى سرنديب، فيها جواهر وياقوت وغيرها كتير من الثروات. نيجي للبحر الرابع، والبحر الرابع ده حاجة غريبة جدا. البحر الرابع دوت يقال له اسم كلاهار، وهو بحر المية فيه قليلة نسبيا وفيه حيات ضخمة جدا ويوجد فيه جزر كثيرة أيضا. البحر الخامس يا شباب هو بحر اسمه صلاهيت، وهو بحر كبير جدا وفيه من عجائب الدنيا كثير ورائع الجمال. البحر الثالث يا شباب وهو بحر كريدنج، وهو بحر الطقس غير مستقر فيه بالمرة، وهو كثير الأمطار والرياح جدا جدا جدا. البحر السابع يا جماعة هو بحر الصين الجنوبي أو ما يسمى بحر سانجي، وهو بحر رائع الجمال وكبير جدا ويمتاز باستقرار الطقس الخاص به. وبكده يا أصدقائي يكون وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا إيه هم البحور السبعة وعرفنا أهميتهم، وعرفنا إن أنت لو مواطن عربي وعايز تسافر لجنوب الصين عن طريق البحر لازم تعدي على البحور السبعة وقلناهم بالترتيب. أتمنى لو الفيديو عجبكم تدوس لايك وتعمل شير وما تنساش تشترك معنا وتدوس على الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد بالنسبة لنا في قناة لايت لايف. كان معكم هاني محمد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.